دكتور سعد عبد العزيز إعلامية، أنا هسأل سؤالين مرتبطين جدا، بتكلم على دور الإعلام. طبعا الإعلام في غياب عن حاجات كتيرة جدا جدا، وكلنا مستائين من دور الإعلام في الوقت الراهن أو في الوقت الحالي، لأن الإعلام أصبح تركيزه على حاجات مش بتاعتنا، خارجة عن المجتمع المصري بتاعنا خالص. فأنا بس اللي يعنيني إن أنا كهمزة وصل بيني وبين المواطن المصري وبين سيادتكم، المواطن المصري بيسأل امتى هتتحل مشكله الكهرباء. انا النهارده بحضر الندوه دي بدعوه من المهندس ممدوح عشان اعرف وارد على المواطن او المواطنين اللي بيسالوني هتتحل امتى مشكله الكهرباء في مصر، وهنخلص امتى من انقطاع الكهرباء، بالرغم ان عندنا محطه بنبان واقوى محطه للطاقه الشمسيه وتكلفتها طبعا كلنا عارفين عدت المليارات. عندنا علماء، عندنا عقول بشرية لا يستهان بها، عندنا تحديات وعندنا عثرات وعندنا صعوبات، اللي يعني المواطن البشري أو اللي يعني المواطن في مصر تحديداً إمتى هنقضي على الأزمات اللي موجودة حالياً. سيادة المحافظ بتكلم عن وجود مراكز البحث العلمي وتبني العقول البشرية وتبني المهندسين، وبنتكلم على إن الدولة تتبنى، فين دور الدولة في تبني هؤلاء الكوادر؟ احنا عندنا كوادر وعندنا عقول بشرية، أين دور الدولة في تبني هؤلاء؟ سؤالين كده يا دكتورة، سؤالين كده يا دكتورة. لا أنا بتكلم بكل صراحة لأن دي أسئلة جاياني أنا، بيسألوني المواطن بيسألني. احنا زي ما بيقول سيادة المحافظ في مهندسين مش بيشتغلوا خدمة خدمية على فكرة، دول انا يعني ازاي يشتغل في مهنه مش مهنته؟ ازاي يشتغل في تخصص مش تخصصه؟ هو لا هيفيد نفسه ولا هيفيد مجتمعه. كمهندس يشتغل على دليفري ده مرفوض تمام. فكرتي كويسه يا دكتور، فكرتي كويسه. اتفضل. قدامك ميكروفون.